الأحاديث المتقدمة التي ذكرت عن نساء قريش مسألة لطيفة، وهي استحباب كون الزوجة من قريش، وهي مسألة قال لمن ذكرها، وقد جرى بيني وبين أحدهم جزاه الله خير مراسلة قديمة فيها، فذكر فيها تبويب البخاري إلى من ينكح، يعني الرجل من أين يتخير، ثم قال قال الحافظ والذي يريد التزويج ينبغي أن ينكح إلى قريش لأن نساءهن خير النساء، واستحب تخيرهن للأولاد لأن من ثبت أنهن خير من غيرهن استحب تخيرهن للأولاد، أي بأن يختاره الرجل لأبنائه زوجة من قريش. ثم استشكل أن هذه المسألة لم يذكرها الفقهاء في كتبهم، ثم أفدته بمواضع يسيرة ممن ذكر استحباب ذلك، منها طرح التثريب لابن العراقي رحمه الله، والروضة الندية، وحسن الأسوة. فمن المسائل النادرة التي قل ذكرها في تصانيف الفقهاء لأنه عدم، إنما قل ذكرها في الكتب المشهورة، استحباب كون زوجة من قريش، وقد ترجم على ذلك البخاري وذكر هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم هنا. يقول ذكرتم أن من المسائل التي قل ذكرها في كتب الفقهاء استحباب نكاح المرأة من قريش. أحسنت، نحن قلنا باعتبار القرشية، لم نتكلم عن مسألة من يتخير من النساء، من يتخير من النساء مذكورة في كل كتاب نكاح في المذهب، في كل مذهب من المذاهب الأربعة، لكن نحن قصدنا القرشيات الحديث هذا. قال كيف يجمع بين الحديث الذي يدل على ذلك وبين الحديث التي لا تدل، التي تدل أنه لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، وحديث تنكح المرأة لأربع، وذكر صلى الله عليه وسلم في أول دينه، فكيف تجمع بهذه الأحاديث؟ يجمع بينها بأن هذه أوصاف مختلفة مطلوبة شرعا جميعا. وأبو عوانة الإسرائيلي في صحيحه لما ذكر حديث تزوج الودود الولود أعله ولم يبين ما علته، وعلته أنه رآه مخالفا لحديث تنكح المرأة لأربع، والصحيح أنه لا خلاف بينهما، ففي هذا الحديث أوصاف لم تذكر في ذلك الحديث، وكذلك في أحاديث القرشيات أوصاف لم تذكر في تلك الأحاديث. أما حديث لا فرق بين عربي وأعجمي بالتقوى، فهذا فسره قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني أين المفاضلة هذه؟ ها؟ عند الله، ليست باعتبار الأحكام الشرعية الظاهرة في الدنيا. الأحكام الشرعية الظاهرة في الدنيا نقل جماعة الإجماع على أن جنس العرب أفضل من غيرهم، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، فعند ذلك لا يعترض عليه بهذه الأحاديث، هذه الأحاديث معناها عند الله سبحانه وتعالى. لذلك بعض مشايخنا أعل الحديث هذا من جهة المتن، لا فرق بين عربي ولا عجمي، قال إن هذا يخالف ما ورد في فضل العرب وفضل قريش وغيره، والصحيح أنه لا يخالفه، هذا باعتبار الأحكام الظاهرة وذاك باعتبار الأحكام الباطنة عند الله.